أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا ومتابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة المطرة المتوقعة أن تؤثر على المملكة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال الأيام القادمة بإذن الله. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي أجواء غير مستقرة متوقعة أن تؤثر على المملكة خلال الساعات القادمة، أيضا حالة مطرة واسعة النطاق تؤثر على العديد من المناطق، وانخفاض ملموس وكبير على درجات الحرارة خاصة في المنطقة الشمالية. نبدأ نشرتنا كالعادة بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، والتي توضح انتشار لكميات من الغيوم العالية والمتوسطة كانت بدون فعالية في المنطقة الشمالية، فيما خلت باقي مناطق المملكة من الغيوم خلال ساعات نهار اليوم، لكن هذا عبارة عن استقرار مؤقت على الطقس قبل أن تبدأ المملكة بالتأثر بحالة واسعة وقوية من عدم الاستقرار الجوي. نستعرضها في هذه الخرائط لتوزيع الأنظمة الجوية المسببة لهذه الحالة الماطرة، حيث تندفع كتلة هوائية باردة من منطقة بلاد الشام والأراضي المصرية ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط باتجاه منطقة شمال البحر الأحمر مترافقة مع جبهة هوائية باردة. يتزامن هذا الاندفاع مع اندفاع آخر لكتلة هوائية دافئة ورطبة أو شديدة الرطوبة، هي عبارة عن بقايا للحالة المدارية للإعصار الذي ضرب الصومال وخليج عدن خلال الأيام القادمة. هذه الرطوبة ستنتقل أو تندفع مباشرة نحو جنوب وغرب المملكة العربية السعودية، كما ذكرنا بالتزامن مع عبور هذه الجبهة الهوائية الباردة. هذه العناصر الجوية ستعمل على نشوء حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي تؤثر بشكل أساسي على المنطقة الغربية الجنوبية الغربية، تمتد حتى المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الشرقية. ننتقل الآن وإياكم إلى خرائط توزيع الأمطار المتوقعة خلال الأيام القادمة اعتبارا من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة بإذن الله، حيث تبدأ حالة عدم الاستقرار الجوي. هذه هي حالة عدم الاستقرار الجوي اعتبارا من مساء يوم الأربعاء، لكن تشتد تدريجيا خلال يوم الخميس خاصة في المنطقة الجنوبية الغربية. المنطقة الغربية تشمل مدينة جدة، حيث تخطر زخات رعدية غزيرة من الأمطار في هذه المناطق، تعمل على ارتفاع منسوب المياه وأيضا جريان الأودية. ثم تدريجيا هذه الحالة تنتقل نحو المنطقة الوسطى ثم حفر الباطن والمنطقة الشرقية تدريجيا خلال ساعات ليل الخميس على الجمعة، لكن اعتبارا من يوم الجمعة تصل حالة عدم الاستقرار الجوي والحالة الماطرة نحو العاصمة الرياض، وتتسع رقعة تأثير هذه الحالة الماطرة لتشمل المنطقة الغربية كما ذكرنا، المنطقة الجنوبية الغربية، عموم المنطقة الوسطى بما فيها العاصمة الرياض وأجزاء واسعة من المنطقة الشرقية ووصولا حتى منطقة حفر الباطن وأيضا جنوب الحدود الشمالية ووصولا حتى منطقة حائل. تستمر هذه الأجواء غير مستقرة خلال يوم الجمعة بإذن الله، وتستمر حتى يوم السبت أيضا، وبالتالي ستكون الحالة طويلة الأمد تستمر لعدة أيام بإذن الله. ننتقل الآن وإياكم إلى العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي مع 13 درجة مئوية فقط، الملموسة 11 درجة مئوية، أما الرطوبة 44%، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلات السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الأربعاء طقس مستقر 25 إلى 13 درجة مئوية. يوم الخميس تهب رياح نشطة في مقدمة هذه الحالة الماطرة، تعمل على إثارة الأتربة والغبار 26 درجة مئوية. يوم الخميس هناك فرصة لهطول زخات خفيفة من الأمطار في العاصمة الرياض 16 درجة مئوية، لكن يوم الجمعة تبدأ العاصمة الرياض تتأثر بالحالة الماطرة وحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتتكاثر الغيوم الركامية الرعدية وتهطل زخات رعدية من الأمطار تكون غزيرة في الكثير من الأوقات خلال نهار يوم الجمعة، وتستمر حتى يوم السبت بإذن الله مع انخفاض واضح على درجات الحرارة 24 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصورة 15 درجة مئوية فقط. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.